بسم الله الرحمن الرحيم. الرد على الأخ علاء الدين الحبوبي في الفيديو الذي ذكرني فيه بعنوان دعوة للباحث محمد مسعود. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نكون بك ربي من المغرورين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، طيب تعالوا نسمع شيء تاني من أقواله وردوداته التي يقولها ثم نرد عليه. جاءني بعض الإخوة قال لي: يا أخي علاء، عندنا باحث اسمه محمد مسعود ينكر عليك علمك. قلت: ينكر علي علمي؟ كيف هذا؟ قال: ينكر عليك أن هو يهاجم هذا النوع من العلوم وبالكتاب والسنة، ويستند ويأتي يعني بالأحاديث ويفصل، ويعني ينكر عليك كل كلامك، حساب الجمل وأطروحات العدد. أنت تنكر هذا العدد، ونحن ننكر عليك أنك تنكر العدد. أقول لك مرة أخرى في ردي عليك يا شيخ علاء يا حبوبي، أنني أنكر على المتنبئين، أنكر نبوءات المتنبئين بحساب الجمل. أما حساب الجمل نفسه فبيستخدمه أفاضل كثيرون، بيستخدموا إيه؟ كنوع من لطائف، من العجائب، من الأشياء اللي بعدها يقولوا سبحان الله، ويبحثوا في ذلك ويسهموا إسهامات تنعش الإيمان في القلوب بالحسابات والأشياء والتناسبات العددية وهذه الأشياء، أشياء جميلة. لكن إنك تروح تتنبأ بها، هو ده اللي بأنكره أنكره وأرده عليك وعلى غيرك. يبقى أنا ما بأنكرش علم الأرقام وحساب الجمل كنوع من اللطائف وبذل الجهد لاستخراج التناسبات العددية الجميلة اللي بعدها الإنسان يقول سبحان الله، ما أعظم هذا القرآن. ده كويس. أمال إيه السيء اللي أنا بأنكره وبأرد عليه؟ أن يأتي واحد ويستخدم حساب الجمل في استخراج نبوءات كاذبة، ويدعي للناس أنه بيعلم الغيب بحساب الجمل. ده اللي أرد عليه وأتصدى له وأنكره وأكشف زيفه وتضليله للناس. يبقى أنا ضد النبوءات بحساب الجمل، ولست ضد اللطائف والإشارات الجميلة بحساب الجمل اللي بعدها تستخرج التناسبات وتقول سبحان الله العظيم. التنبؤ هو اللي انا ضده. فهمت؟ يا رب تكون فهمت. تعالوا نسمعه في شيء تاني ونرد عليه ايضا من كلمات الباحث علاء الدين الحبوبي ونرد عليه. يلا نسمعه كده. لو كان الخوارزمي حيا يرزق لقال لك: يا اخي، انت تتجرأ على علوم جهلتها. تمام. أي خوارزمي تقصد يا شيخ علاء يا حبوبي؟ أي خوارزمي تقصد اللي لو جاء هيستعجب ويقول ويعمل ويسوي؟ هو أي خوارزمي؟ ما هو في اتنين الخوارزمي. عندنا أبو عبد الله محمد ابن موسى الخوارزمي، ده اللي هو عالم الرياضيات والفلك والجغرافيا وهذه الأشياء. ده الخوارزمي اللي هو متوفى سنة كام؟ 232 من الهجرة. طيب، وفي خوارزمي تاني اللي هو أبو عبد الله أيضا، لكن محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي، هو أبو عبد الله أيضا لكن اسمه إيه؟ محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي، المتوفى سنة 387 من الهجرة. وده شيخ فاضل وكاتب وعظيم وعالم، علامة وإمام. هذا الرجل أيهما تقصد؟ هل تقصد الخوارزمي المتوفى سنة 232 عالم الفلك والرياضيات والحساب والمشهور ده، ولا الشيخ الخوارزمي
اللي هو ايضا مشهور ولكن في علوم شرعيه وغيرها، كل العلوم تقريبا هذا الرجل ايضا متميز فيها، اللي هو متوفي سنه كام؟ 387 من الهجره. يبقى الاسبق هو عالم الفلك الخوارزمي، عالم الفلك والرياضيات والعلوم وهذه الاشياء، اللي هو المتوفى سنه 232 من الهجره. وده اتحداك لو جئت لي بنبوءه واحده منه، رغم انه عالم في الفلك والرياضيات وهذه الاشياء، اتحداك لو جئت بنبوءه واحده تنبأ بها الخوارزمي في حياته كلها. طيب وايه تاني؟ طب التاني اللي هو الشيخ الخوارزمي اللي هو محمد بن احمد بن يوسف الخوارزمي، المتوفى سنه 387 من الهجره المباركه. ماله ده؟ تقصده؟ انت ما تعرفوش اصلا. وانا ساقول لك، الاول فات ولم يتنبأ، الثاني نسب حساب الجمل للمنجمين ونهى عن التنبؤ على الإطلاق. اسمع معايا كده، ده ايه اللي هيرد عليك الخوارزمي نفسه مش انا، اهو مفاتيح الايه العلوم للخوارزمي، مفاتيح العلوم للايه الخوارزمي. شوف بيقول ايه، بيقول في باب الفصل الخامس في وجوه الحسابات في صفحة 112، الفصل الخامس في وجوه الحسابات صفحة 112، الفصل الخامس في وجوه الحسابات، لما تقلب الصفحة كده هتجد صفحة 114، جاء بجدول حساب الجمل وقال الآتي، قال: حروف حساب الجمل هي أبجد هوز حطي كلم، إلى آخر مقاطع، إلى آخر مقاطع الحروف. يقول إيه؟ هذا على ما يستعمله المنجمون والحساب. يعني الجدول ده بتاع وزن الحروف والأشياء ده على ما يستعمله المنجمون والحساب. ثم يقول: ويزعمون أنها، اللي هي أبجد هوز حطي كلم، يزعمون أنها أسماء ملوك كانوا للعرب العاربة، وقد وضعت الحروف على نحو ما يستعمله المنجمون. اسمع كلمة المنجمون دي وحط تحتها 500,000 خط، على ما حط تحتها 1443 خط، على نحو ما يستعمله المنجمون في جدول اللي هو جدول علم اللي هي حساب الجمل أو حساب الجمل، على نحو ما يستعمله المنجمون في جدول، ووضع عدد كل حرف منها إزائه، يعني كل حرف وأمامه الإيه؟ الوزن بتاعه، الحرف والوزن، الحرف والوزن، زي ما هوريك أهو. شوفوا على الشاشة الآن جدول حساب الجمل، كل عدد كل حرف وبإزائه الرقم أو العدد بتاعه، شوفوا معايا كده، هو ده جدول حساب الجمل اللي انت شفته على الايه على الشاشه. لكن الشاهد ان الخوارزمي بيقول ايه، على ما هذا على ما يستعمله المنجمون، هذا على ما يستعمله المنجمون. يعني الخوارزمي اللي انت بتحتج بيه هو بيقول لك ده علم حساب الجمل ده اللي بيستخدمه الايه المنجمون. ها اعمل لك ايه تاني؟ يعني انت تزرعت بالخوارزمي، رد عليك الخوارزمي، عايز ايه تاني؟ مش عارف اعمل لك ايه تاني. نسأل الله لك الهداية ولنا الهداية والتوفيق، ولنا جميعا وكل المستمعين الهداية والتوفيق والرشاد، اللهم آمين آمين آمين. وخلي بالك يا اخ علاء يا حبوبي، انت لو رجعت عن التنبؤات دي ومشيت صح، وانك انت تمشي بالقرآن والسنة، والله كل الناس هتمد ايديها ليك وهنحبك حبا جما كما نحبك الان. احنا بس بنرفض فيك فكرة التنبؤات، لكن احنا نحبك ونحب غيرك ونحب الناس جميعا، بس بننتقد الفكر الخطأ. وفكرة التنبؤات دي خطأ، عندك خطأ، عند الاخ رضا التونسي خطأ، عند اخونا راضي عيسى خطأ، عند الشيخ بسام جرار خطأ. اي نبوءة عن طريق حساب الجمل غير مضمونة، غير مضمونة. ولذلك أكثر الناس توفيقا في المتنبئين دول كلهم الشيخ بسام جرار. ليه؟ لأنه قال ده توقع، هي نبوءة أتوقعها، لو فشلت تنسب لي ولا تنسب للقرآن، وإن نجحت فهي من الله. فهو الرجل تحرز، لكن سميت نبوءة و
وأسماها نبوءة وانتشرت بين الناس على أنها نبوءة وهو لم ينكرها، بس توقع كده يعني عمل حسابه في الاستدراك الأخير ده. لكن كل النبوءات بحساب الجمل خطأ، ولا تقع ولا تقع، وقد تودي بصاحبها إلى الضلال المبين. نسأل الله السلامة للجميع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.